دهن الأطرج. يقول ابن بيطار: دهن الأطرج نافع من أمراض الشيوخ إذا دهنوا به من البرد، والنافض العارض من حمى البرد أو حمى الربع، وإذا مسح به أسفل القدمين في الأسفار عند شدة البرد سخنها غاية التسخين، وهو نافع من الفالج واللقوة والرعشة، وينبت الشعر الذي قد أبطأ نباته إذا طلي به موضعه، والتمرخ بدهنه يطيب رائحة البشرة ورائحة العرق. ويقول ابن جزلة في المنهاج: دهن الأطرج حار يابس قوي الحرارة، ينفع من جميع الأمراض الباردة البلغمية، وينفع من برد الأعصاب ومن وجع الأسنان من برد، ومن الصداع من برد إذا طلي به.